مرحبا بكم من جديد. كالعادة نختم هذه الإطلالة من برنامج عالم واحد مع أحمد الشيخ، المتخصص في الدور السياسي للإعلام وجديد ما اختاره لنا من اهتمامات الإعلام في مجالات المناخ. مرحبا بك معنا أحمد. أحمد، عندما أرسلت المواد يوم أمس قرأت هذا العنوان واستبشرت خيرا: بريطانيا توقف التنقيب في أعماق البحار، إلى أن انتبهت أن هناك كلمة مؤقتا. فسؤالي: عما كانت تنقب بريطانيا في أعماق المحيطات والبحار، ولماذا هو مؤقت؟ هي بريطانيا واحدة من الدول اللي كانت بتنقب في الأعماق عن المعادن زي النيكل وغيره، وكان في انتقادات كبيرة لمسألة التنقيب عن المعادن حتى من الشركات اللي كانت بتستورد هذه أو بتشتري هذه المعادن لاستخدامها في تصنيع المعدات والسيارات وغيره. كان في دايما انتقادات من العلماء والنشطاء بيقولوا ان فكره التنقيب اساسا بهذه الطريقه باستخدام يعني تحت البحار في اعماق البحار والمحيطات وباستخدام معدات ثقيله، وهذه المعدات الثقيله اساسا بتستخدم وقود احفوري، وبالتالي فهي بتلوث البيئه رقم واحد عن طريق الادخنه طبعا، والانبعاثات، ورقم اثنين ان هي بتهدد بقى الحياه في صحيح. الاعماق، حياه الحياه المائيه يعني. علشان كده كان في دايما احتجاجات، وكان حتى نشطاء البيئه بياخدوا زوارق وبيروحوا يرفعوا لافتات عند مناطق التنقيب، والعلماء قالوا طيب احنا مش لازم نستخدم هذه الطريقه اساسا، لان في طرق اخرى للتنقيب عن المعادن واستخراجها بدون تهديد الحياه البحريه. طبعا ليه مؤقتا؟ ليه الفلسفه الانجليزيه في الحياه؟ كل حاجه اساسا، كل قانون وكل سياسه وكل قرار لازم يكون في طريقه للتراجع او ان هو يغير رايه في اي وقت، يعني لانه ممكن يكتشف ان دي لا دي كانت افضل طريقه ماديا واقتصاديا فيرجع لها مره اخرى. ازاي هي مؤقتا بقى؟ نعم، هو القرار مش بس بيوقف اصدار التصريحات عن تصريحات التنقيب في أعماق البحار والمحيطات، ولكن بيشكل لجنة علمية لبحث هذا الموضوع ودراسة الآثار السلبية المترتبة عليها والبحث عن طرق أخرى، وبالتالي ممكن بعد أحمد. فترة من الفترات ترجع هذه يعني أحمد ممكن تكون هدنة ترجع يعني إلى ما بعد مثلا كوب 28 قامت بها الحكومة ده البريطانية. اللي أشارت ده اللي أشارت له بعض الصحف، وقالت إن في اجتماع أساسا مخصص للجهات الدولية اللي هي بتنظم مسألة التنقيب في أعماق البحار والمحيطات، في اجتماع يعقد حاليا، وفي طبعا كوب 28 خلاص اقترب يعني بقي له خلاص أيام يعني، وبالتالي فبريطانيا أرادت برضو إن هي تتجنب الانتقادات اللي ممكن تتعرض ليها في هذه الاجتماعات، سواء اجتماع هذه الهيئة الدولية أو اجتماعات كوب 28، خصوصا إن بيكون في تواجد كبير للعلماء والنشطاء في كوب 28، وبريطانيا أساسا في أسباب أخرى لانتقادها خصوصا بعد تصريحات ريشي سوناك التي فسرت بأنها تراجع عن التزاماتها في مسألة خفض الانبعاثات الغازية. منذ أيام أحمد كان هناك اليوم العالمي للمدن الذي يوافق 31 من أكتوبر من كل سنة. أولا، ما هو هذا اليوم وما الذي ميزه في عام 2023؟ هو من حوالي 10 سنين كان في نشاط في الأمم المتحدة للتوعية بالمدن وأهميتها وتصميمها ودورها في مسألة الانبعاثات، وانتهت هذه الفعاليات بتخصيص اليوم الأخير عشان يبقى يوم عالمي للمدن من كل عام، هو 31 من أكتوبر. السنة دي طبعا خلاص مقبل علينا الكوب 28، وفي أمال كبيرة على أن الكوب 28 تاخد قرارات ملزمة للدول. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحظت أن هم على تويتر أو على إكس بقى عندهم جهود مشتركة للتوعية بمسألة المدن، وخصوصا اليوم العالمي للمدن. هم أشاروا إلى معلومة لطيفة، قالوا أن المدن بتمثل بس 1% من مساحة الأرض، وبيسكنها حوالي 50% من البشر، والموضوع هيزيد بعد كده، وهي مسؤولة عن حوالي 70% من الانبعاثات، يعني 1% من الأرض مسؤولة عن 70% من الانبعاثات، وبالتالي فكرة تنظيم المدن أصبح وبالتالي فبقت هناك حاجة إلى تنظيم المدن وإن احنا نخليها أقل
يعني إنتاجا للغذاء. يعني هم لديهم أيضا مثلا خطط جديدة لكيفية التخطيط العمراني، تصميم المدن بحيث أنها تكون صديقة للبيئة، تواجه التغير المناخي. هو ده اللي هم بيحاولوا يركزوا عليه، إن هي المدن بشكلها الحالي ليست صديقة للبيئة، لأن الناس بتتوسع في البناء، ودايما اللي بيتوسع في البناء بتكون شركات وحكومات عايزة تحقق أكبر مكاسب، ولكن المشكلة إن هذه المكاسب ممكن تكون على حساب البيئة والمناخ وبعد كده على حساب الكوكب بشكل عام. فهم عايزين إن هذا التوسع يكون منظم. منظم إزاي؟ يعني إحنا نستخدم حاجات معينة زي التخطيط، التنظيم، التطوير، القوانين أيضا. يعني إيه؟ يعني نخلي مثلا في مسارات للدراجات، مش لازم تكون صحيح. كل المسارات للسيارات، يكون مثلا في مساحات خضراء، مش لازم تكون المساحات كلها مباني علشان نحقق فلوس كتير. لازم تكون مثلا ما يبقاش في مباني كتير يعني أكتر من المساحات الخضراء مثلا يعني. وبالتالي زي ما احنا شفنا في الصور اللي هم أرفقوها، هي صورة خيالية شوية لأن هي مش موجودة في كل الدول دلوقتي، ولكن احنا شفنا في كل المدن بدأت تنتشر فكرة الدراجات وحتى السكوترز الكهربائية صحيح. كبديل عن السيارات، شفتها منتشرة جدا في دبي. وبالتالي فالظروف يعني بدأت تفرض نفسها، لأن الناس نفسها بتحاول تدور على بدائل أرخص وأسهل. السكوتر هيكون أسهل من السيارة، مش محتاجين صحيح. مكان نركن فيه، مش محتاجين ميزانية كبيرة للركنة والبنزين وكل هذه الحاجات. فهم بيستخدموا ده مع الترويج برضو، لأن فكرة الدراجات هتكون أفضل علشان أفضل للصحة، ومع تشجيع الدول المختلفة على فكرة التصميم المتطور اللي هو بيشمل منذ مناطق البداية ومناطق خضراء ومناطق بالضبط، وحتى في التوسع بقى، لأن لو في وحتى لو في مدينة بتتوسع فتتوسع بشكل منظم علشان صحيح. يكون ده صديق للمواطن وأيضا صديق للبيئة والمناخ. صحيح. يعني مدن مثل دبي، مدن حديثة، كان تصميمها وتخطيطها العمراني ذكي منذ البداية وصديق للبيئة منذ البداية. مثل ما قلت، هناك أماكن للجري، الركض، يعني هناك أماكن للرياضة موجودة في كل الأحياء مثلا، هناك أماكن مثل ما قلت للسكوتر أو للدراجات، وهي فعلا هذه طرق جيدة لتخفيض من الانبعاثات وأيضا المشي حتى للصحة بالنسبة للإنسان. يبقى أنه المدن القديمة هي التي أمامها تحدي كبير واستثمارات ضخمة جدا من أجل إعادة هذه التصميم بما يكون ملائم للتغير البيئي ويكون صديق التغير المناخي وصديق للبيئة. أحمد، موضوع ثالث أظن أنه سيكون جدلي نوعا ما حتى بيني وبينك، السيارات الكهربائية. ومنظمة بريطانية كشفت عدد من الخرافات المثس حول السيارات الكهربائية. ما هي هذه المنظمة؟ ما هي هذه الخرافات التي ذكرتها؟ المنظمة هي كاربون بريف، وهي منظمة متخصصة في التوعية بمسألة التغير المناخي وخفض الانبعاثات بشكل أساسي. المنظمة رصدت الكثير من الخرافات المنتشرة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى التي وجدت طريقها إلى مقالات في صحف كبيرة زي ديلي ميل وديلي تيليجراف. الجزء الأول من هذه اللي هي وصفتها المنظمة بالخرافات، الجزء الأول، هي طبعا هي يعني رصدت 21 معلومة غير صحيحة وقسمتهم بعد كده إلى معلومات إما زائفة أو غير دقيقة إلى حد كبير أو غير كاملة، لأن في بعض الأحيان ناس بتنشر معلومة أو بتنشر نص المعلومة ولا تنشر النصف الآخر، وبالتالي يتم تضليل المشاهد. الإطار العام لهذه الخرافات اللي رصدتها المنظمة إن في ناس بتبالغ في او سوري بتقلل من أهمية السيارات الكهربائية، نعم. وبتقول ان هي تأثيرها لن يكون كبيرا وان سيارات البترول عادية واحسن منها. فهي نشرت عدة، يعني نشرت حوالي 21 خرافة وقسمتها زي ما احنا قلنا. مثلا كان هناك why electric cars are not green machines، لماذا السيارات الإلكترونية او السيارات الكهربائية ليست يعني آلات خضراء، يعني احنا يعني نستبشر خيرا بهذه السيارات ونراها صديقة للبيئة. هل لماذا كتبت هذه ديلي ميل مثل هذا العنوان؟
طبعا هي ديلي ميل معروفه بعناوينها المثيره وصورها القويه، ولكن لما تقرا التفاصيل ممكن تلاقي ان التفاصيل مش متطابقه قوي مع العنوان. دي فلسفه من الطرق بتاعه الديلي ميل، رغم ان هي بتنتج تقارير عظيمه يعني، ولكن هي دايما عندها فكره الصور والعناوين المثيره يعني. في يعني ديلي ميل وغيرها من الحاجات اللي رصدتها هذه المنظمه بتقول ايه؟ بتقول ان انت علشان السياره الكهربائيه تبدا تكون مفيده وتجيب نتيجه، فده مش بيحصل بين يوم وليله يعني. انت لو اشتريت سياره النهارده ما تفتكرش ان انت كده خلاص بتساهم في مكافحه الغازات، لا، ده لازم الكلام ده ياخد مدار كبير جدا بيصل الى انك تستخدم السياره 77,000 ميل، وبالتالي في هذه الحاله تحسب بقى السياره دي وفرت قد ايه من الغازات مقابل اللي انت كان ممكن تستهلكه او تنتجه من السيارة العادية بتاعتك. وهم قسموا هذه السيارات حسب الفئات بتاعتها، وكل سيارة قالوا دي لازم تستخدمها لفترة طويلة جدا، ولكن منظمة كاربون بريف قالت ان ده كلام مش منطقي، ده كلام يهدف الى تخويف الناس وتقليل ثقتها في مسألة التحول الى الطاقات البديلة. بديل عنوان اخر من ساندي تيليغراف، هذه المرة يبدو ان المنظمة فندت ايضا heavy batteries in electric vehicles leave multi-story car parks at risk of collapse. تقول انه هذه السيارات الكهربائية تستعمل بطاريات وهي ثقيلة ويمكن أن تكون خطرا على مواقف السيارات التي هي ذات طوابق. ده اللي قالته الجريده في هذا المقال، وده كان غريب شويه، ده مش محتاج متخصصين علشان يفددوه. صحيح. لان في الكثير او يمكن معظم مواقف السيارات في بريطانيا على سبيل المثال هي ليست متعدده الطوابق، هي ارض شاسعه وخلاص، ممكن تكون في السوبر ماركت او في اي حاجه. صحيح. ولكن فكره الطوابق المتعدده دي موجوده في المولات وفي المراكز التجاريه، مش منتشره قوي على فكره في بريطانيا مثلا يعني. فده كان غريب انه يطلع من صحيفه بريطانيه. كمان ايه حجم اساسا او ايه الثقل او وزن البطاريه بالضبط مقارنه بوزن السياره، وكمان ايه مقارنه يعني ايه كمان وزن او مقارنه البطاريه بالسيارات الكبيره كمان يعني. مثلا لو احنا عندنا سياره نقل مثلا محمله باطنان من الحاجات، هل ساعتها هنقول معلش خلينا نجيب لها بطاريه صغيره؟ فهي اساسا محمله بالاطنان يعني. فطبعا مش منطقي اساسا. الناس اللي راكبين السياره ممكن يكونوا اربع اشخاص، كل واحد فيهم وزنه 70 80 كيلو جرام مثلا، فاكيد ده اكتر من البطاريه، واكيد اكيد ده مش هيؤثر على اساس الباركينج. فالناس لا، اللي عنده سياره ما يخافش يدخل الباركينج عادي. موضوع السيارات الكهربائيه والسيارات الصديقه للبيئه ما زالت تتطور، والتكنولوجيا ما زالت تتقدم ايضا، والاكيد ان لكل تطور تكنولوجي وكل ما هو جديد في الموضوع يكون له ايجابيات ويكون له سلبيات ايضا. المهم ان العلم ما زال يتقدم في هذه المواضيع. فيديو وصورة الأسبوع أحمد اخترت لها لنا من فيضانات من إيرلندا الشمالية، ضحكت ولكن حزنت أيضا لهذه الصور. أولا ماذا حدث في نيوري؟ هي قناة نيوري يعني بتشهد فيضانات كل سنة، ولكن الناس السكان المحليين قالوا إن دي أكبر فيضانات منذ 10 سنوات. فقبل هذه الفيضانات السلطات المحلية كانت استبقت الموضوع بأن هي حطت أكياس الرمل على ضفتي القناة، ولكن هذا لم يفلح لأن هي زي ما بتقول كانت فيضانات قياسية. فبرضه ومن هو هذا الشخص الذي يسبح الآن؟ أحمد هو شخص محلي من السكان المحليين، متعود ان هو يطلع يعوم في البحيره ايا كانت الظروف، حتى لو كانت الدنيا برد، دلوقتي الدنيا برد شويه، او حتى لو كانت في فيضانات، فيبدو ان هو متمسك بروتينه الرياضي اليومي ايا كانت الظروف، فاصر ان هو يتحدى الطبيعه ويروح يمارس رياضته المفضله وهي السباحه حتى في ظل الفيضانات، علشان يثبت ان برضه الحياه ممكنه وسط اي ظروف. لا يبدو الموضوع صحي صراحه، تبدو ان هناك فيضانات، ولكن الاكيد ربما انه سلط الضوء ونبهنا لموضوع التغير المناخي من خلال هذا الفيديو. ارجو ان يكون بخير، لانه السباحه اكيد انها غير صحيه في مثل هذه القناه. أحمد شكرا جزيلا لك، كنت معنا إذن في هذه
فقرة حول ما اخترت لنا من اهتمامات الإعلام التقليدي والإعلام التواصل الاجتماعي حول المناخ. 27 يوما مشاهدينا تفصلنا عن COP28 هنا في دبي. ألتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم من برنامج عالم واحد. تصبحون على خير.